السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدي عبد الرازق استشاري أمراض معدية وجهاز هضمي وكبد أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن رائحة الفم الكريهة. طبعا ده موضوع بيسبب إحراج لبعض الأشخاص وخصوصا بيعمل نوع من أنواع المشاكل الاجتماعية والنفسية في نفس الوقت. بالنسبة لرائحة الفم الكريهة تختلف على ان الانسان يشعر بإن طعم الأكل متغير في فمه أو مر شوية دي التذوق لكن أنا بتكلم دلوقتي عن رائحة الفم الكريهة الشخص نفسه بيبقى متعود على رائحة الفم بتاعته ما بيقدرش يعرف إذا كان رائحة الفم بتاعته كريهة ولا لأ لكن ممكن زوجته تقول ممكن صديقه يقول بالنسبة لأهم هذه الأسباب في أسباب مؤقتة زي ما يكون مثلا شخص اكل اكله معينه ادت الى تغير في رائحه الفم دي اسباب مؤقته في اسباب مزمنه هي دي اللي احنا هنفتح الموضوع بتاعها النهارده وهنتكلم فيها من اهم الاسباب ان يكون المشكله نفسها او السبب في الفم نفسه والفم ده يشمل الاسنان واللسه يعني ده يعني دي هنفتح الموضوع بتاعها بردك وهنتكلم عليها بالتفصيل. لكن في اسباب اخرى غير الفم ودي بتشكل حوالي 10% فقط من الاسباب، لكن اسباب اللي بتشمل الفم حوالي 90% من الاسباب. بالنسبه لاسباب الفم سوء نظافه الاسنان وجفاف الفم وامراض اللثه والتهابات الفم دي من ضمن اهم الاسباب اللي بتؤدي الى رائحه الفم الكريهه الاسباب الغير فمويه هي التهابات الجهاز التنفسي ان الشخص اللي عنده التهابات في الرئه او الناس اللي عندها التهابات في الجيوب الانفيه او الناس اللي عندها التهاب في اللوزتين او مشاكل في الجهاز الهضمي زي ارتجاع المريء والتهاب المعده وكل هذه الاسباب ممكن تؤدي الى مشاكل ورائحه فم كريهه طبعا زي ما قلت لكم من اهم الاسباب هي قله نظافه الفم وده السبب الشائع لظهور رائحه الفم الكريهه من ضمن هذه الاسباب وجود جير على الاسنان وده طبعا المفروض اللي بيشيله طبيب الاسنان لان طبعا البكتيريا بتتكون على هذا الجير. أيضا جيوب اللثه ودي الاماكن اللي بتتجمع فيها البكتيريا ما بين اللثه وما بين الاسنان. أيضا تسوس الاسنان. أيضا في بعض الاحيان خراج الاسنان ده بيبقى في جذور السنه نفسها. أيضا لما بيكون تركبات في تركيبات في الاسنان وبيحصل نوع من انواع تراكم البكتيريا ما بين هذه التركيبات وما بين اللثه. ايضا في بعض الاحيان تقويم الاسنان لازم لما نعمل عمليات تقويم يبقى لازم نهتم بنظافة الاسنان مهم جدا ايضا بالنسبة لدرس العقل انتوا عارفين طبعا في بعض الاحيان درس العقل بيطلع مايل شوية وبالتالي بيحصل نوع من انواع ان اللسة بتغطي على جزء منه وده بيؤدي الى تراكم بعض الغذاء او الفضلات بتاعت الطعام والبكتيريا في المناطق دي هي بس من اهم الاسباب جفاف الفم. طبعا احنا عارفين ان مهم جدا اللعاب لان اللعاب ده بيفرز من الغدد اللعابيه ويؤدي الى غسيل مستمر للاسنان وده طبعا بيضيع رائحه الفم الكريهه وبيساعد على ترسب الكالسيوم والفوسفات على طبقه المينا وده بيساعد على تقويه المينا بتاعه الاسنان. وفي ايضا اجسام مضاده دي بتساعد على قتل البكتيريا. طبعا بالنسبه لجفاف الفم ده ده بيبقى شيء طبيعي بالنسبه للانسان اللي هو صاحي من النوم الصبح اللي صاحي من النوم الصبح بيبقى فيه شويه جفاف وده شيء طبيعي ان ما تبقى رائحه الفم كريهه نتيجه جفاف الفم المؤقت لان في خلال فتره الليل بيحصل ان اللعاب بيبقى ليل بالنسبه للرائحه الكريهه دي بتظهر لما يكون في جفاف في الفم في بعض الامراض وخصوصا امراض المناعه الذاتيه بيحصل فيها نوع من انواع الجفاف في الفم وده بيؤدي الى رائحه فم كريهه مزمنه ايضا التهاب اللثه مهم جدا ان احنا نحافظ على اللثه بتاعتنا وده ممكن يؤدي الى التهابات لو حصل نوع من انواع الاهمال. زي ما قلت لكم بعض الاطعمه تؤدي الى ظهور بعض الروائح زي البصل والثوم والتوابل بتؤدي الى رائحه كريهه ولكن ده شيء مؤقت. ايضا الناس اللي بيدخنوا بكثره وفي افراط او بيمضغوا التبغ ده بيحصل بردك رائحه كريهه نخلي بالنا من الموضوع دوت. زي ما قلت لكم بالنسبه للبكتيريا اللي بتتراكم على الاسنان وعلى اللسة مهم جدا ان احنا نهتم بغسيل الاسنان على الاقل مرة او مرتين في اليوم ايضا تنظيف اللسان مهم جدا بفرشة الاسنان في بعض الادوية ممكن تؤدي الى جفاف زي الادوية بتاعة الضغط او ادوية الأدوية المسكنة أو الأدوية المدرة للبول دي ممكن تؤدي إلى جفاف وبالتالي تظهر رائحة الفم الكريهة. في بعض الأطفال بيتنفسوا من الفم وبالتالي بتحصل ده نتيجة اللحمية بتبقى متضخمة عندهم فده بيؤدي إلى الجفاف بتاع الفم وده ممكن يؤدي إلى رائحة فم كريهة وما ننساش برضك إن في بعض الأطفال ممكن جسم غريب يدخل في الأنف ويحصل نوع من أنواع الالتهابات المزمنة وده يؤدي برضك لرائحة فم كريهة. في بعض الحالات أيضا بيحصل جيوب في البريء او في البلعوم وده ممكن يؤدي الى تكون في فضلات الطعام ما تبقى موجودة فيه وهذا الجيب طبعا ممكن يؤدي الى وجود رائحة كريرة الاورام السرطانية لان طبعا الاورام السرطانية دي ممكن الشخص ممكن يحصل له رائحة كريهة من الفم زي ما قلت لكم برضك ارتجاع المريء وعسر الهضم كل الحاجات دي ممكن تؤدي الى رائحه فم كريهه ما ننساش برضك الناس اللي عندها سكر ممكن رائحه الفم تبقى كريهه الناس اللي عندها مشاكل في الكبد او مشاكل في الكلى وبالتالي لازم الدكتور يفحص المريض كويس يقدر يعرف ويميز اذا كان رائحه الفم الكريهه دي جايه من الجيوب الانفيه ولا جايه من الفم ولا لان المريض عنده سكر ولا المريض عنده كبد او كلى وبالتالي بيلجا لبعض الفحوصات عشان يشخص حالة المريض بالظبط ليه رائحة الفم بتاعته بتبقى كريهة وبالتالي العلاج بيعتمد على سبب رائحة الفم الكريهة أنا هسيب الواتس بتاعي لو في أي استفسار سفرين اتنين زيرو عشرة سبعة وعشرين أهلا وسهلا بيكم أشكركم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته